اهلا وسهلا بكل متابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان. احنا النهارده في لقاء خاص مع صوت عذب يطرب الاذان بكلام الله عز وجل. احنا معانا الشيخ حجاج هنداوي القارئ المعتمد برئاسه الجمهوريه وايضا بالاذاعه والتلفزيون. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بكم. انا حابين نبدا بنشاه حضرتك. انت طبيب القلوب كما يسميك كل من يحب صوتك العذب. حابين نعرف أكثر نشأة حضرتك وكيف بدأت علاقتك بالقرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا نشأت في أسرة الحمد لله يعني كلها أو جدي كان يحفظ القرآن الكريم، فنشأت في أسرة تحب القرآن وكان الحمد لله منها من هم حفظت القرآن الكريم. فوالدي ووالدتي رحمة الله عليها يعني ودتني الكتاب، فبدأت الحمد لله حفظ القرآن وأنا في سن صغير. فالحمد لله رب العالمين وأنعم الله علي بحفظ القرآن كاملا والحمد لله بدأت الرحلة. كان عمرك قد إيه وقت ما حفظت القرآن كاملا؟ يعني ممكن كان عندي 10 سنين. مين أصحاب الفضل عليك كانوا في الفترة دي؟ حضرتك ذكرت والدك ووالدتك في البداية. أيوة نعم، والله أصحاب الفضل علي أولا والدتي وأبي، وطبعا عمي طبعا هو برضو كان بيشجعني. اللي حفظت على ايدهم القرآن الشيخ حسين عبده يوسف، الشيخ صبحي احمد عبد العزيز، اخويا الكبير، دول اصحاب الفضل عليا في البدايه، يعني في بدايتي مع كتاب الله يعني الحفظ. كلمني عن جو البيت والاسره والمكان اللي حضرتك كمان نشأت فيه. والله انا هم كانوا يعني زي ما قلت لحضرتك هي اسره بتحب القرآن، وكان جدي رحمة الله عليه كان يحفظ القرآن، فكان كل يعني كان كلهم بيشجعوني إلا أكون من حفظة القرآن الكريم، فكان في تشجيع منهم ودايما كانوا بيحرصوا لنا دايما أكون حافظ ومجود وكده. يعني فضلتك حفظت القرآن كاملا وعندك 10 سنوات. نعم. ووصلت انك بقيت قارئ بالإذاعة. نعم. ازاي وصلت انك تبقى قارئ بالإذاعة؟ والله بعد ما اتممت حفظ القرآن قدمت في مسابقة القرآن الكريم، المسابقة الدولية اللي بتقيمها وزارة الأوقاف بالاشتراك مع الأزهر الشريف. فأما قدمت للمسابقة دي فسمعني فضيلة الشيخ المرحوم أبو العنين شعيشع، فأعجب بأدائي وبصوتي فرشحني أن أكون قارئا في ليلة القدر أمام رئيس الجمهورية. ده كان في سنة كام؟ كان في سنة 98. الرئيس مبارك. فقرأت فالحمد لله فزت بالمركز الأول وقرأت أمام يعني تشرفت بقراءتي أمام رئيس الجمهورية وشيخ الأزهر وكل قيادات الدولة في هذا الوقت يعني. فالحمد لله وكان ساعتها الحمد لله كنت فائز بالمركز الأول. وهنا كانت البداية، كانت البداية مع الإذاعة. كانت الانطلاقة. فبعد كان سمعني بقى الأستاذ المرحوم الأستاذ محمود السعدني الصحفي الكبير، فقال لي يا ابني أنت ليه ما قدمتش في الإذاعة؟ قلت له أستاذ محمود أنا ما يعني لسه يعني سن صغير. قال لي ما لازم تقدم في الإذاعة، وكان بتوجيهات من محمود بيه السعداني اللي أنا يعني أقدم، وطبعا بتشجيع من مولانا الشيخ أبو العنين شعيشع. فتقدمت في للإذاعة، فكنت ساعتها بقى دخلت تجنيد الجيش، فبعتولي جواب بإني أروح أحضر أمام اللجنة للاختبار، فخدت أجازة من الجيش ورحت. فالحمد لله من الله علي بالنجاح من أول مرة الحمد لله من أول لجنة الحمد لله. وهذه قارئاً يعني بالإذاعة والتلفزيون. خطوة كبيرة طبعا. كانت فرحة كبيرة لي بصراحة، يعني لأن ما كانش حد متوقع وما كانش حد مصدق أصلا إلا أنا يعني لسه في البداية
وطبعا في الجميع يعلم بان اختبار الاذاعه في الوقت ده كان صعب جدا، وكان في عمالقه قبلي كانوا ما كانوش بينجحوا من اول مره، كان ممكن مره واثنين وثلاثه ومهله في مهله في مهله. فلكن الحمد لله اللي يعني ربنا سبحانه وتعالى يوفقني وانجح من اول مره، فكانت فرحه كبيره قوي بالنسبه لي. يعني كانت فرحه كبيره، يمكن مش عايز اقول لحضرتك من 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 اسعد لحظات حياتي في نجاحي امام اللجنه في الاذاعه. صحيح، لان صوتك هيوصل للملايين. طبعا، ودي خطوه كبيره. وعندنا جدا. وحضرتك يعني الاذاعه الحمد لله اذاعه القران الكريم لها يعني لها برضو رونقها ولها مذاقها الخاص، والجميع في انحاء الجمهوريه يعني على طول بيستمعوا الى اذاعه القران، فكوني ان اكون قارئ في الاذاعه ويسمعوني في صلاه الفجر وفي صلاه الجمعه والامسيات الدينيه، فكانت حاجه يعني بصراحه. صحيح. وكانت حاجه يعني كانت حاجه حلوه قوي بالنسبه لي. يعني صحيح، اكيد دي خلت في نقله كبيره، سافرت اماكن كتير بالتاكيد. طبعا وكان في خطوات كبيره بعد طبعًا الاذاعه. طبعًا. كلمني عنها من فضلك. والله انا بعد اعتمادي في الاذاعه بدات اسجل، وبعد كده الحمد لله يمكن ساعتها قالوا اللي ما حدش نجح في السن ده بسرعه وطلع وصعد الهواء اذاعه القران الكريم والاذاعات اذاعات مصر كلها في السن ده، اللي فضلت الا فضيله الشيخ ابو العين الشائشه رحمه الله عليه رقم واحد، كان عنده 16 سنه او 17 سنه ما اعتمد في الاذاعه، لانه هو سيدنا الشيخ ابو العين اللي قال لي هذا الكلام يعني رحمه الله عليه. واظن مين تاني من القراء اللي اعتمد في السن ده؟ سيدنا الشيخ ابو العينين، واظن الشيخ لا اما الشيخ البنا او الشيخ راغب حاجه زي كده، وكنت انا الثالث اللي يعتمد في هذا السن الصغير. يعني في سنه 98 ده معناه انه اعتمدت 99. 99 ده معناه انه سن حضرتك فضلتك مش كبير، لان في ناس كتير بتدي. بقول لحضرتك انا كنت مجند في القوات المسلحه، يعني حتى ساعتها القائد بتاعي في الجيش وفي الزملاء معايا في القوات المسلحه المجندين معايا اصدقائي عملوا لي حفله ساعتها، وكانوا فرحانين جدا بنجاحي وما كانوش مصدقين. ده كان حاجه حدث حلو يعني، حدث تاريخي يعني. صحيح، في ايضا خطوه مهمه جدا بعد الاذاعه وهي رئاسه الجمهوريه. نعم. بالتاكيد. نعم. كيف اصبحت قارئ برئاسه الجمهوريه؟ هو يعني هو ما فيش طبعا قارئ يعني قارئ بعينه قارئ لرئاسة الجمهورية، لكن بحكم وظيفتي اللي أنا في القوات المسلحة، وبحكم اللي أنا قارئ مسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس، فكان بيبقى في أي مناسبة حاضرها السيد رئيس الجمهورية أو حاضرها القائد العام للقوات المسلحة أو القادة، كانوا بي 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 بيطلبوا مني اللي أنا أكون قارئا، بحكم اللي أنا ابن من أبناء القوات المسلحة وقارئ مسجد المشير. وطبعا قرأت، طبعا تشرفت بالتلاوة أمام رئيس الجمهورية عدة مرات في صلاة العيد وفي صلاة الجمعة، فالحمد لله رب العالمين كان ربنا سبحانه وتعالى يعني من علي بهذا الشرف طبعا. فهو قالوا لي بقى طلعوا عليا اللي انا قارئ رئاسة الجمهورية، لكن في قراء برضو زمايلي بيقروا برضو عادي، ولكن الحمد لله بحكم اللي انا ابن القوات المسلحة فانا يعني الحمد لله بقرأ كتير يعني في صحيح في المناسبات الرئاسية او المناسبات اللي هي تبع القوات المسلحة. واحنا بنتكلم عن المناسبات، حضرتك يعني قرأت القرآن في مناسبات عديدة، مناسبات دينية عديدة جدا، ايه اقرب المناسبات لقلبك؟ أقرب المناسبات، والله أنا يعني أحب جدا أما بقرأ في صلاة العيد ويكون حاضر مثلا السيد القائد الأعلى السيد رئيس الجمهورية والقادة قادة القوات المسلحة، فأنا ببقى سعيد جدا وأنا بقرأ القرآن، وفي في في يعني بيبقى في ببقى سعيد جدا وأنا بقرأ في صلاة العيد أمام رئيس الجمهورية، أو بقرأ في صلاة الجمعة، أو بقرأ مثلا
في مثلا في حتى في مسجد المشير عندي ببقى مبسوط وفرحان اللي الناس جايه يعني جايه تسمع القرآن الكريم من 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 من, من محافظات مختلفه. فبقى الواحد بيبقى يعني اقرب المناسبات المحببه الى قلبي، يعني قرأت قدام رئيس الجمهوريه في صلاه العيد او في صلاه جمعه او في اي مناسبه، أي في اي مناسبه دينيه يعني. ومع كل هذه المناسبات لما ناس بتسمع فضيلتك، يعني في ألقاب كتير جدا بيطلقوها عليك، زي مثلا وزير السعادة، زي طبيب القلوب، زي قارئ رئاسة، وإحنا وضحنا نقطة الخاصة بالرئاسة. أولا قولي إيه أقرب الألقاب دي لقلبك؟ والله يعني أنا مش يعني طبيب القلوب مثلا ده لقب مميز جدا، والله هو لما اللي بيسمع فضيلتك يحس ان انت بتداوي قلبه بالقرآن الكريم. اولا ليه يعني شايف في ايه التشبيه او ليه تلقب بهذا اللقب؟ والله انا ما لقبتش نفسي، هو طبعا احد المحبين، هو يعني هو من اطلق علي هذا اللقب جزاه الله خيرا، وطلعت بقى انتشرت يعني انتشرت، فخلاص بقى معروف، بيقول لك طبيب القلوب معروف الحجاج الهنداوي. فلكن انا يعني ده فضل منهم، انا لا استحقه، وانا يعني انا اقل واحد، لكن هو طبعا المحبين اللي اطلقوا عليا. برضو في اخ برضو محب ليا، هو من اطلق عليا وزير السعاده فجزاه الله خيرا. الأستاذ من أطلق عليه طبيب القلوب، الأستاذ أسامة سلامة، هو في خارج مصر ربنا يجيبه بالسلامة، هو محب لي وأنا بحبه طبعا، أرسل إليه التحية. الأستاذ أحمد مسعد هو من أطلق عليه وزير السعادة، برضه هو من المستمعين الجيدين للأصوات الكويسة في كتاب الله، يعني في قراءة القرآن الكريم، وهو من أطلق علي هذا اللقب يعني يعني كل الألقاب دي من المحبين، يعني مش ما صحيح بالتأكيد، ده اللي قلته في البداية إنه يعني كل المحبين والمستمعين لقراءة حضرتك للقرآن هم اللي أطلقوا هذه الألقاب، وبالتأكيد بتتأثر جدا لما بتشوف كل محبيك بيلقبوك بهذه الألقاب. والله أنا طبعا زي ما قلت لحضرتك أنا ببقى سعيد طبعا، ويعني هم بيحملوني مسؤولية كبيرة اللي صحيح. أنا لازم أكون يعني لازم أكون عند حسن ظنهم، فربنا يعيننا ربنا يعيننا، لأن الألقاب دي برضو مش سهلة يعني، أكيد اللي هو يلقبك بلقب كبير زي ده لازم تكون قده. صحيح. فربنا إن شاء الله يوفقنا جميعا يا رب. بالتأكيد دايما إن شاء الله ربنا يخليك. يعني القرآن الكريم كل آياته عظيمة، نعم، وحضرتك يعني تميزت بإبداعك في مواضع معينة من القرآن. نعم. قولي إيه أقرب الآيات لما بتقرأها، يعني أقرب الآيات لقلبك في القرآن الكريم؟ والله بالنسبة للمناسبات ولا بالنسبة لمثلا الاثنين، قولي الاثنين. والله بالنسبة للمناسبات أنا يعني أولا القرآن كله جميل، القرآن كله جميل، وأي موضع الحمد لله بنقرأ فيه يعني الحمد لله ما فيش، الواحد بيبقى سعيد. لكن هو فيه طبعا يعني أنا من الأدوار اللي أنا بحب أو الآيات اللي أنا بحب أقرأها دايما الزمر وغافر، سورة الزمر وسورة غافر. أحب أيضا الكهف ومريم، أحب آل عمران، إن الله اصطفى آدم، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. أحب طبعا سورة يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام. أحب القصص القرآني عموما يعني. إحنا تكلمنا في البداية عن يعني أول مرة تقف فيها وتقرأ القرآن في مناسبة رئاسية سنة 98، وهنتكلم تاني عن الرئيس مبارك فضلتك، يعني قرأت القرآن في جنازة الرئيس مبارك وصليت عليه الجنازة مرتين. نعم. هل ده جائز؟ هو جائز شرعا طبعا، لأنه هو ساعتها أنا ما في أخ زميل لنا هو صلى الأول، فكان في جزء من الناس صلى وجزء من الناس ملحقش، ف
فساعتها طلبوا مني بإني نصلي مرة تانية وهل ده يجوز؟ فقلت لهم ده جائز ما فيهاش أي مشكلة يعني. فصلينا مرة تانية لأن كان في جزء كبير من الناس ملحقش الصلاة الأولانية، وكان طبعا ما فيش لسه، كانت الدنيا ما تزبطتش والناس طبعا هيجة وفي هوجة في المسجد. فبعد ما الناس يعني وقفوا صفوف واتنظمت فروحنا مصلين مرة تانية، فده ما فيهاش حاجة، ما فيهاش أي حاجة شرعا. لا ما فيهاش حاجة، كانت بعض التعليقات وقتها، فكانت فرصة أن حضرتك توضح ده. لا هي ما فيهاش حاجة. هنتكلم عن حاجة من الحاجات دي، كان في ضجة كبيرة جدا من شهور قليلة على شاب اتكلم عن إذاعة القرآن الكريم، وكان بيسخر من طريقة تقديم بعض المذيعين بإذاعة القرآن الكريم. أولا قل لي رأيك في هذا الموضوع، تابعته إزاي ورأيك فيه؟ لا أنا والله حزنت اللي يبقى عندنا يعني معلش، أنت راجل يعني مسلم وموحد بالله وموحد بتحب القرآن وتحب تسمع القرآن، وهو بنفسه بيقول اللي عندنا إذاعة القرآن الكريم في البيت شغالة على طول ليلا ونهارا، يبقى معناها اللي والدك ووالدتك ناس طيبين وناس بيحبوا إذاعة القرآن الكريم وبيحبوا يسمعوا القرآن الكريم عبر إذاعة القرآن الكريم. إزاي تسخر من طريقة تقديم المذيعين عشان برضو نبقى محددين، كان بيسخر منها؟ ما هو ده غلط، انت بتسخر من مين؟ دول اعلام، هو لو يعرفهم ما كانش عمل كده. دول اعلام، لان انا اعرف منهم الكثير ناس محترمة وناس اهل فضل واهل علم، ودول اعلام. وبعدين انت بتسخر من مين؟ انت بتسخر من ناس بيقدموا حاجة جميلة، وفي أجمل ولا أعظم من اللي يقدم السنة النبوية أو القرآن الكريم؟ أنت عايز إيه يعني؟ ما فيش أحلى من كده ولا أعظم من كده. فأنت بتسخر من مين؟ أنت بتسخر من نفسك. بعدين عايز أقول له اللي أنا مش هقول له اللي زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال ويسخرون منهم سخر الله منهم، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، بتستهزئ وبتسخر وعلشان في مجموعة قاعدة قدامك عشان تضحكهم، بتضحكهم على إيه؟ طب ما تختار أي حاجة تانية وضحكهم عليها، إنما تضحكهم على أعلام وعلى أجمل وأحسن إذاعة. يعني هل السخرية ممكن تكون مقبولة بشكل ما مع أشخاص تانيين ما لهمش علاقة بإذاعة القرآن الكريم؟ لا أنا لا أقبل السخرية على أي حد، بس أنا أقصد أقول يعني أنت بتضحكهم على أجمل شيء في حياتنا. إحنا لو قلنا يعني أولا جزى الله من كان سببا في إقامة إذاعة القرآن الكريم أو افتتاح إذاعة القرآن الكريم، جزاه الله خيرا يعني. فدي حاجة جميلة، حاجة هو جميلة. الشاب يعني عشان برضو نقفل الكلام في هذه القضية، الشاب اعتذر وقال ان هو لم يقصد وان هو كان بس بيشوف ان الطريقة بتاعت مذيعين القرآن الكريم فيها بعض المبالغة هو حب يقلدها، فده يعني هل بتقبل اعتذاره ولا لا؟ زي بعض الاسماء لم تقبل اعتذاره في إذاعة القرآن لا الكريم. انا 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 اصل انت بتعتذر بعد ايه يعني؟ انت بتعتذر بعد ما ضحكت الشباب وضحكت الناس على على اعلام مثل هؤلاء اللي انت ذكرتهم، بتستهزأ منهم وتسخر منهم يعني بعد ايه؟ طب انت ليه من البدايه اصلا انت بتتكلم عليهم كده وعشان تضحك الناس؟ بتضحك الناس على مين؟ هو لم يدرك لم يدرك النتائج السلبيه اللي حصلت بعد والله الحدث. ربنا يعفو عنا وعنه يعني. تقبل الاعتذار مدام ولا لا؟ ما دام حضرتك اعترف بالخطأ يعني. بعض الناس خلينا برضو اوضح لحضرتك فضل. بعض الناس بعد هذا يعني بعد هذه الضجه لما لقوا انه في اسماء كبيره في اذاعه القران الكريم مش قادرين يسامحوا هذا الشاب،
كانوا زعلانين شويه انه التسامح والسماح صفه عظيمه جدا. نعم واحنا طبعاً متعودين طبعاً منها على يعني كل العاملين وكل المذيعين بالذات في إذاعة القرآن الكريم، فكان مستغرب شوية إن هم يكون عندهم موقف صادم تجاه هذا الشاب اللي اعترف بخطأه. هو الاعتذار كويس، هو كونه اعتذر واعترف بالخطأ أو اعترف باللي عمله ده خطأ، خلاص احنا مش احنا يعني إن الله غفور رحيم، يعني سبحان الله هو يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولكن أنا أنصحه اللي هو ما يعملش حاجة زي كده تاني، يعني بالذات يعني يبعد عن إذاعة القرآن والقائمين عليها والمقدمين، ومع الرغم اللي أنا ما يعني مش ضد اللي هو يستهزئ بأي حد أيا كان وأيا كان مجاله إيه، يعني ما ينفعش ديننا علمنا كده وأخلاقنا بتقول كده، أو الأخلاق اللي احنا تعلمناها من ديننا ومن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقول كده، يعني أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاق، يعني حسن الخلق، حسن الخلق اللي انت ما لا تقلل من حد ولا يعني تسيء إلى أحد ولا تستهزئ بأحد، مفروض. وإحنا بنكمل الحاجات اللي حصلت عليها ضجة في فيديو برضو منتشر لفضلتك وانت يعني بتخبط حد في كتفه أو حاجة كده على السوشيال ميديا، هو مسؤول خاص بالصوتيات أو حاجة، فبرضو وضح لنا الفيديو ده ظروفه إيه وإيه اللي حصل فيه. والله هو يعني اولا هو خطا غير مقصود، اولا ده اللي حصل معاه كده، اولا ده صديق واخ، الاخ سعيد العربي من المنوفيه، وهو اخ فاضل وصديق ومفيش اي حاجه بينه وبينه الا كل خير، ودي كان مزاح كنت بهزر معاه وبمزح معاه، اما بقرا الايه وانا بقرا الايه فالكهرباء قطعت او الميكروفون قطع، فده ممكن يعني انت بقى يعني بتقرأ وفجأة الصوت يقطع، فده ممكن يعني يعمل حاجة في صوتك، يجرح صوتك، يعمل اي حاجة، فانا يعني بمزح معاه، فعملت له حاجة يعني بهزار وبحب، فالله يسامح بقى اللي هم بقى خدوها بمحمل تاني وقعدوا يقولوا اللي انا ازاي اعمل كده، وبس ده راجل صديقي وانا بمزح معاه مفيش اي حاجه، يعني ما هو ومازال صديقي وحبيبي واخويا مفيش اي حاجه، دي اهم حاجه. لا دي اهم حاجه، اذا كان مزاح اصلا كان هزار، انا بهزر معاه الاخ سعيد العربي. يعني احنا بنشكر فضيلتك، شكرا جزيلا، ربنا على وجودك معنا في هذا الحوار يعني الطويل اللي اتكلمنا فيه في تفاصيل كثيره عن فضيلتك، شكرا جزيلا لحضرتك على وجودك معنا على تلفزيون يوم السابع. العفو يا فندم، وانا بشكر حضرتك، وانا سعيد جدا بحضرتك وبكل الإخوة الأفاضل اللي أنا قابلتهم النهاردة، وربنا يبارك فيكم ويجعلكم كده دايما كده ذخرا وعونا إن شاء الله، ويجعل ما تقومون به في ميزان حسناتكم إن شاء الله. شكرا جزيلا فضلتك، شكرا جزيلا لكل متابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان على متابعتنا في هذا اللقاء، وإلى اللقاء.